بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل فتاوى إباحة الموسيقى خلص الآن صار في عندنا أناشيد إسلامية في قنوات إسلامية بالموسيقى. ويا سين المدعو يا سين ولا سين يا طيب عنده طبعا هذه نوتات اصلا انت لما تشوف الان نوتات موجوده في الفرق اللي تسمى يعني فرق الاناشيد عندهم نوتات الحان المجون تقليد المغنين نشا ما يطلق بالهيب هوب الاسلامي الذي هو اصلا لاناشيد الشبان الامريكان واصحاب البشره السوداء فصار الان يعني حتى تعتمد على الكلمات السريعه مترافقه بحركات اليدين فصار عندنا الان في فرق غناء أناشيد إسلامية مثل فرقة جنود الله سولجرز أوف الله وأيضا فرقة نيتف دين الدين الفطري تستخدم الآلات الموسيقية بكافة أنواعها. وفي الحفلات الدينية في أمريكا أوروبا في الشرق الأوسط في غيرها في الغرب المغرب العربي أناشيد إسلامي بكافة أنواع الموسيقى.